مشكور أخوي حامد، شكرا على الاستضافة. وخلني العافية. أعطيك نبذة عن مجموعة أغذية. في 2020 تم تعيين مجلس إدارة جديد ليكمل مسيرة مجموعة أغذية، وكان لهم نظرة ورؤية للتطوير. ركزنا بطموح عندنا عالمي، وبناء عليه أطلقنا الاستراتيجية. فكان طبعا عندنا الاستراتيجية تركز على 3 معايير رئيسية، اللي هي النمو والكفاءة وجدارة الإمكانات. وضفنا 4 قطاعات رئيسية: قطاع المياه والمشروبات، الوجبات الخفيفة، والبروتين، والأعمال الزراعية. لو ترجم هذا بالأرقام أخوي حامد، نحن كنا في 2020 2 مليار، اليوم الحمد لله سكرنا 23 على 4 مليار وفاصلة 5.6 في مجموعة أغذية صافية. أرباحنا نحن طلعنا من 34 مليون درهم في 2020، اليوم 342، وهذا كله مدعوم ب6 استحواذات، دخول أسواق جديدة. اليوم نحن متواجد في 7 دول: الإمارات، مصر، السعودية، عمان، الكويت، تركيا، والأردن، ونصدر لأكثر من 60 دولة حول العالم. نعم، إذن التوجه في نشاط الاندماج والاستحواذ المستقبلي وين بيكون؟ عندنا اليوم نحن استحوذنا على 6 شركات نعم. اليوم كلها في المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن اليوم ندرس عدة شركات اليوم في المنطقة، وننظر عندنا عوامل الاختيار تعتمد على الكثافة السكانية، قوة الشرائية، قوة البراند، في وين نحن نشوفه وكيف له إضافة كبيرة على المستهلك. فنحن مستمرين، وإن شاء الله بتكونون شركائنا استراتيجيين في الإعلان عنهم. إن شاء الله. بالنسبة لأعمالكم ولديكم عمليات استحواذ ومشاريع في جمهورية مصر العربية، بالنسبة للعملة المصرية وعملية تغيير السعر والتعويم الذي تم الإعلان عنه أول أمس، كيف ستتأثر قيمة المحفظة والاستثمارات هناك بهذا الأمر؟ شوف، هذا القرار كان متوقع لأنه كان من طلبات صندوق النقد الدولي، ولم نتفاجأ فيه بصراحة. نحن نعم. استحوذنا اليوم على شركتين في مصر. أبو عوف هي شركة رائدة وعليها طلب من المستهلك، وأيضا شركة أطياب تعمل في اللحوم والدجاج المبرد في مصر، وذات علامة رائدة. نحن واحدة من التحديات اللي مرينا فيها والحلول اللي أخذناها في العام الماضي، اليوم عززنا مراكز التصدير عندنا اللي خارج مصر. اليوم الطلب والنمو على هذه المتطلبات تعتبر طلبات، مثلا القهوة والمكسرات ولحوم الدجاج، هاي متطلبات. اليوم حتى لو تشوف النمو وانت في السوق المصري، النمو كبير ويا للسوق ينمو، لكن نعم. عززنا نحن في لمواجهة هذا التحدي اليوم بالتصدير. إدارة التكاليف، في العام الماضي نحن سوينا أكثر من 80 مليون درهم إدارة تكاليف، وشغالين اليوم على نعزز مراكز التصدير للتصدير لدول الخليج وغيرها من الدول، لأن بحيث الطلب على نعم منتجاتنا في مجموعة أغذية.